اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة 69 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة. وفي جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب لهذا العام في فرع الآداب فاز المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، وفاز في فرع الفنون الفنان التشكيلي الدكتور عبد السلام عيد، وفرع العلوم الاجتماعية فاز بها الدكتور علي الدين هلال. أما جائزة النيل للمبدعين العرب فاز بها الفنان العراقي ضياء عزاوي. كذلك تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق وجائزة الدولة التقديرية. طبعا الجوائز دي جوائز دولة، ودي شرف لكل مبدع في مجالات الفنون التشكيلية، وفي طبعا مجال الفنون ده اللي هو تشكيلية أو سينما ومسرح وموسيقى، وفي العلوم الاجتماعية وطبعا والآداب والعلوم الاجتماعية، وفي طبعا الآداب. احنا النهاردة كل المتقدمين في يعني مئات اللي تقدموا، وطبعا الجائزة دي كل سنة بيتم طرحها في الجوائز التشجيعية، ليها تشكيل معين. اليوم هو نهاية لمشوار طويل بدأ منذ بداية العام الحالي، اللي هو كان بداية عمل لجان الفحص بعد تلقي الأعمال. احنا بنعلن عن فتح باب التقدم والترشيح لجوائز الدولة عادة في أكتوبر لمدة 3 أشهر، ونعطي فرصة حتى نهاية ديسمبر. منذ بداية العام بتبدأ لجان الفحص المختلفة في التخصصات الثلاثة اللي بتقدم فيها الجوائز، الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. عملت الحقيقة لجان الفحص كل في مجاله، ثم في ضوء اللوائح المنظمة لجان الفحص بترفع قوائم مختصرة اللي هي شورت ليست بمجموعة من الأسماء التي ارتأت أنها ترقى إلى أن تترشح للحصول على الجوائز المختلفة.